مع الأجواء الصيفية الحارة دائما ما نبحث عن طرق لإنعاش أنفسنا وجسمنا أيضا، غالبا ما يكون هذا عن طريق طبعا المشروبات الصيفية المنعشة. اليوم رح نعمل في استوديو سيدتي وأيضا من مطبخ سيدتي مع الشيف وليد نوعين من العصائر الصيفية المنعشة. طبعا نرحب بالشيف وليد العلواني. هيا أهلا وسهلا بك شيف وليد. يا مرحبا يا أهلين. يعني صيف لازم يكون في عصيرات طازة، لازم يكون في الحبحب. أيوة. او زي ما يسموه الايل بطيخ. أيوة. او الجح. جح صح. هي من المشروبات طبعا دائما تستخدم في الصيف. هي والليمون، يعني هذا اشياء صيفيه. وكمان والفراوله. ايوه كمان ان شاء الله عندنا برضه اللي هو مهيته بفواكه تكون الله فريش، تكون يعني افضل يعني حلو. من الصناعي. طيب حنبدا بايش؟ نبدا اول شيء نشوف نبدا بالبطيخ. أيوة. بالبطيخ. يلا ايش المكونات اللي حنستخدمها؟ المكونات طبعا هو بس ياخذ نسبه مويه بسيطه. هو اللي هو مويه اصلا. ايوه طبعا حنجيب بطيخه نتاكد انها حلوه. اكيد اصلا اتوقع الصيف الان خلاص كله سكري كله كويس يعني، واكثر فاكهه منعشه ومليانه مويه وسكر فيها معقول مو كثير. صحيح. يعني تنفع للدايت عادي، الواحد يشرب ما يحس بتأنيب الضمير يعني كثير، بس انه لا تضيف سكر كثير. هذا اهم شيء. طيب ايش حنحط مع البطيخ اول شيء؟ ايوه خلاص كذا انا راح اضيف نسبه مويه بسيطه. اوكي شوية بطيخ محبب يا شيف. ليش البطيخ دائما محبب؟ يعني ايش القيمة الغذائية اللي فيه اللي كده تروينا تروي عطشنا؟ لانه انت عارفة في فترة الصيف أي. جسم يكون في رطوبة وزي كذا، فدائما انت زي هذه المشروبات تساعدك على طرد السموم ويبدأ تجدد يعني عندك الترطيب والانتعاش وكذا. نحط بس. يلا ونبدا بشيء بسيط عشان حتى ما يختلف اللون. ايوه بعدين نبدا نقوي شوي. اوكي احسن شيء البطيخ وثلج. ما له اي اضافات شيف؟ لا يعني ما يكون معزز نكهة. ما له اي ما تضيفي عليه لانه سكر هو طيب. سكر موجود ما يحتاجيه، وفي بعض المكاين حتى مويه ما تضيفي. تمام طبعا نصفيه كويس عشان البذر. كده احنا نصفيه وراء احسن. انت يا رؤى ايش مشروبك المفضل؟ انت لاحظت انا جايبه معايا مشروب بارد، ما صرت اشرب شيء حار في الاستوديو لانه تقولي صار الجو حار فلا خلاص بالضبط الواحد يبغى ينتعش. فايش مشروبك المفضل؟ والله انا شخصيا احب البطيخ، احب الرمان. من اكثر العصيرات اللي احب اشربها تكون طازجه بصراحه، يعني احبها اكثر من المعلبات او اي شيء. حتى مثلا العصيرات اللي تكون زي التفاح وغيرها المعلبات هي لذيذه، بس بالنسبه لي في فتره الصيف احب اني اشرب الرمان والبطيخ. البطيخ رائع، يعني محظوظه اليوم انه معنا بطيخ، خصوصا لما تجربيه كمان تعملي له سلاشي للثلج. بالضبط يعني ما احكي لك شيء مره يبرد. صح صادقه يعني. وممكن كمان نجمع يعني دائما زي هذه الاشياء اللي زي كذا بنحط فيها ثلج وبتقطع فيها اوصال فواكه مختلفه. تفاح، نعناع، برتقال، شرايح اللي عندك، وتحطي فيه النكهه اللي تحبيها. صحيح. سواء عصير تفاح او تحطي مثلا مشروب
مشروب غازي او مويه منكهه كمان. بالضبط يعني منكهه كمان بالزبط. نفس الشيء كذا تروي. انا يعني شوي احاول ابعد عن العصيرات الثقيله، جوافه، موز، افوكادو، موز، هذه الاشياء ابعد عنها، مع انه في ناس كثير رياضيين يعتمدوها كوجبه. اي بالضبط، لانها غنيه بالالياف وسعرات حراريه عاليه وكذا، يعني فهم يحتاجوها. اي احنا ما نحتاجها. ما نحتاجها فعلا. طيب يا شيف الحين راح نخش على الليمون. طيب إذا المشروب الأول صار جاهز. اي خلاص خلاص الحبحب جاهز. أيوة. حلو. طيب عندنا ما أدري المقادير جاهزة. أيوة. إيش هو المشروب الثاني اللي عندنا؟ الليمون بالنعناع. أنا ملاحظ إنه الليمون مقشره. أيوة مقشره. القشر حقه كله ما هو موجود. ففي ناس يحطوا الليمونة بكبرها، يقول لك عادي. أيوة بالجلد. عادي. أيوة لأنك أنت كده كده بتصفيها. ما في مشكلة. أيوة. بس إنه تسبب مرارة يتهيأ. أيوة إذا بالقشر. أيوة. مظبوط. فأنت مقشر الليمونات. اي انا احط الليمون. طبعا الليمون الاصفر الكبير هذا هو، لاني أيه. انا الاحظ ان في بعضهم يحطوا ليمون اخضر. الاخضر ايوه، اللي هو يسموه بعضهم الليمون البلدي. بن زهير. ايوه بن زهير. ايوه ايوه. او دحين لايم. لايم. لايم صح. لا هو بن زهير. ايوه حقنا اسمه بن زهير. وبرضه نكهته حلوه مره في بالذات في العصير. ايوه. وطبعا هذا نضيف معاه سكر، شوية سكر. ممكن أيه. استبدل السكر بسكر دايت. ايوه بسكر ستيفيا عادي. ممتاز. ما في مشكلة. كذا حلو، احنا ماشيين صح. أيه. حلو، يعني الجميع يقدر ينبسط. بالضبط. عادي. إذا حطينا ليمون وموية ونعناع. وبس كذا. تمام. ونخلط. نضيف ثلج شوية. حلو الثلج في الليمون. ايه. ممتاز الثلج، بالعكس لازم يكون فيه ثلج. خليني نطلع. طيب إذا مشاهدينا على بال ما نجهز عصيراتنا، خلينا نطلع فاصل سريع من بعد نرجع نكمل. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وهذه المرة مع زميلنا موسى يحيى اللي التقى بمعلم في مدينة الدمام وقرر أنه يحول فناء المدرسة إلى حديقة عامة حتى تكون متنفس للمعلمين وللطلاب. طبعا السبب يرجع أنه هو يعشق الزراعة. خلونا نتعرف على قصة المعلم محمد الجنوبي في التقرير التالي. يلتقي الشغف بالعمل تكون النتائج مذهلة تماما. هذا ما حدث بالضبط مع الأستاذ عبد الله الجنوبي حين استطاع تحويل المساحات الداخلية والخارجية من المدرسة إلى ما يشبه الحديقة العامة. في البداية قمت بتطوير هذا المكان، قمت بزراعة أعداد من الأشجار ذات مواصفات معينة تحافظ على المنظر العام وأيضا تتحمل الجفاف والحرارة خاصة في فصل الصيف عندنا، وأيضا تنتج لنا أكسجين ذو نسبة عالية. أستاذ عبد الله، وحنا نتجول في ساحة المدرسة واضح أن العمل كبير جدا. أنا سؤالي لك، كم الوقت اللي استغرقته إلى أن ظهر المشروع بالشكل هذا؟ والله بديت بتطوير حديقة المدرسة بداية شهر 7 من عام 1442 تقريبا، يعني بداية المشروع إلى الآن حاليا سنتين ونصف تقريبا. تم زراعة أنواع من الأشجار، منها أشجار الظل، الأشجار الكبيرة، وأشجار الزينة مثل الأزهار والورود، وأيضا هناك الأشجار المثمرة مثل أشجار الليمون تم زراعتها، وأشجار التوت واللوز، وأيضا زراعة الطماط. كل
هذه الأنواع من الأشجار التي تم زراعتها في حديقة المدرسة تسهم لنا في الحد من التغير المناخي وتنقية الهواء وتحسين درجة الحرارة، وأيضا من العوامل التي المهمة التي تسهم أيضا هي إزالة التشوه البصري وإظهار المظهر الحضري ومكافحة التلوث البيئي. كانت ردة الفعل المعلمين والطلاب بما قمت في تطوير الحدائق في المدرسة بأنهم يشجعوني ويحفزوني ويطلعوا يجلسون على هذه الجلسات الخشبية وقت الفسحة مع تناول كاس من الشاي، وأيضا جتنا ردود من خارج المدرسة بالإعجاب والانبهار، يريدوا أن يجون بعد عندنا مع أخذ بعض الصور التذكارية. طبعاً مكملين مع الشيف اللي ما شاء الله ورانا الشكل النهائي لعصير الليمون بالنعناع وعصير البطيخ، ولكن برضو فيه موهيتو خليط فواكه الله. كلها فواكه طبيعية. قل لنا شيف إيش راح تحط هنا؟ هنا طبعاً عندنا ثلج. أيوة عندنا هنا توت الأسود وتفاح وأي فواكه ممكن اللي موجودة عندنا. أيوة عادي. طب يلا خلينا نحطها. هنا التوت. طبعاً التوت الأسود. أيوة. تفاح. هذا أحلى عصير على المسبح. هذا عنه قبل شوي. بالضبط. هذا على المسبح رائع صراحة. هنا برضو ليمون. وليمون وقطع ليمون. إيه تكون عشان. يا سلام اللي عندنا في الثلاجة حطوها. كيوي فراولة نعناع كله. هذا النعناع طبعا أهم شيء عندنا. شوف الألوان. إيه أحلى شيء. أوكي. يا سلام. وطبعاً البطيخ أساسي في الصيف. على السريع أنا كيف أعرف البطيخة حمرة ولا مو حمرة من غير ما أفتحها؟ هل في طريقة ولا لا؟ في ناس يقولوا إذا ضربتها إيه؟ إذا سمعت صوت موية يعني كثير يعني يعتمد إيه؟ على صوت الموية إيه؟ يعني لازم تكون مليانة موية. وهذه نفس الفواكه أنا ضربتها فواكه مشكلة. إيه فواكه مشكلة. الله أحلى عصير صيفي منعش. وممكن كمان نضيف مشروب غازي إذا حبيت. أيه مشروب غازي ممكن دايت ممكن عادي عادي ما في مشكلة. حلو. هذا هو مشروب الغازي عشان يدينا كده شوية انتعاش. يا سلام عليك يا شيف تسلم يدك صراحة عصيرات منعشة ورائعة وتفتح النفس وكلها صيفية وهيلثية كلها صحية كمان. شيف وليد علواني شكرا لوجودك معنا اليوم وتسلم يدك على هذه العصيرات الرائعة. مشاهدينا بكده وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكون حلقتنا عجبتكم، نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء. We'll be right back.